يراعيو الناس الدراوش، يراعيو الناس الفقراء. لان الانسان كوفري لا حسن العوان وكنعرفوا الازمه اللي كيعيشها. اللي عنده عيد اللي ما عنده راه لا حرج عليه. كنتمنوا من هاد المسؤولين يحاولوا يشوفوا من الدراوش. اللي عنده راه غياكل واللي ما عندوش خاصو يتعاونوا معاه باش ياكل ان شاء الله. المسؤولين لا يكلفوا الله نفسي وسعها. الناس ولاو كيضحوا بنفوسهم وبواحد العدد ديال المسائل من اجل الاضحيه ديالنا. راعيو لينا حنا بنفوسنا، راعيو الدراوش كلهم، راه كلهم على كلنا خوتنا. اللي يقدر انه يدير هذه السنه هذه يديرها، اللي ما قدرش بطبيعه الحال راه لا يكلف الله نفسا الا وسعها. كيعرفني راه يوفى السكر والكليب والقطبار من دارنا على حسابنا. واه شوفوا بركه من الجشع وبركه من الناس صحاب العلف، راه كيقولوا العلف. عيد الاضحى هو عيد كنتجمعوا فيه العائله وكذلك الاجواء ديال الذبيحه ديال السميتو. ايوا بالنسبه للعيد الكبير هي واحد السنه، سنه نبويه مؤكده، ولكن كاينين ظروف بالنسبه لهذا العام. كنظن انا الدرويش لا يجب عليه يعني التضحيه بنفسه، لان دابا الناس ولاو كيضحوا بنفوسهم وبواحد العدد ديال المسائل من اجل الاضحيه ديال العيد. الانسان الا بغى يضحي يضحي في شي حوايج اللي غادي يبقاو ليه، لان الانسان بوفري لا حسن العوان وكنعرفوا الازمه اللي كيعيشها الدرويش في الاونه الاخيره. انا يعني بالعكس انا مع العيد، حيت علاش عيد هو خصوصا عيد الاضحى هو عيد كنتجمعوا فيه العائله وكذلك الاجواء ديال الذبيحه ديال سميتو. يعني غير واحد الحاجه ان كاينه هاد الازمات اللي فاش دزنا هاد مؤخرا يعني الغاله وهذا، ولكن كنتمنوا من هاد المسؤولين يحاولوا يشوفهم بحق الدراوش، حيت هذا العيد خصوصا عيد الاضحى هو عيد كبير وفيه اجواء بوجلود، اجواء خصوصا انا في المنطقه سوسه يعني اجواء بوجلود والعائلات كتجمع. وانا صراحه انا مع العيد، الا ما كاين عيد راه بحال الا ما كاين والو، يعني غيجيني نهار العيد عادي بحال الايامات العاديه، خصوصا كتسناو هذا يوم العيد الاضحى امتى غير يجينا باش حنا نفرحوا به. الله يجيب الصحه والسلامه. جوج سقسي اللي يتفيد فما بالنسبه للعيد، يعني كيعرفتيني غا يوفى السكر المتنعيد مع ايكا السنه تيسنات ايكا العيد مقرنا ارسيس تحتفل يعني الامه الاسلاميه. اخويا بالنسبه للعيد الكبير انا اللي كيبان لي هو البوفريا، كما كتعرف راه بنادم مواكل الدق وماشي ب 500 درهم ديال سميتو باش يشريو الحوليه ولا هادي. وفي النظر ديالي اللي عنده عيد اللي ما عنده راه لا حرج عليه، وكنحييكم كاملين والله يكون في عون البوفري اللي عنده ياكل اللي ما عنده ياكل. العيد يفولكي يقات العاده يقا طقوس دينيه، نكرديس من بكري نوفاد الوالدين نوفاد الجدود نوفاد هيتو دوار نوفاد العائلات نحدي مارس كار العيد، يعني كل عام ماني كيقا يزري العام والعيد الميدني. يزري العام والعيد الميدني، يزري العام والعيد الميدني ربما ازد وري عاود اشكو ولا البهيم والكسوطات كل النغ ولا البهيم ولا الفلوس وريلان يحد الفلوس وريلان لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يغد باش انني مثلا البهيم دروس نتغان باش كله نغرس الميدنا خصنا البهيم، هذا خص الانسان يتفادى يحنقصن البهيم نتفادى كيحد ضد باش يحنقصن البهيم باش كله داح نغرسي غير الا نقور بلاش كيما ما كاين حتى شي مشكل وكان ما فيها باس. ولي الضروري ولي مسكين وري الكم ما كاين لا شيء لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ولي الداري اللاميك ما فيها بس يسكر العيد نس، ولكن ما فيها بس الضحى الصفرح هو يظني اللي الضروري لا هذه حد دين الاسلام المسائل كل شيء. ولي في مسكر ربي تبارك وتعالى ما فيها بس اي قز يرى العقل صوان اللي الضروري لا ما فيها باس كون واني داري لا مي كيصغر يعني 10 ديال القاع فرقتني 10 وغني غادي كنكون يعني سكر غير كانت كل المسائل راه زرين ان شاء الله بخير وعلى خير. الشيميك فليميك ما خور غير ماكش يربوا الديفات يدراو شيميك كوك ان شاء الله باش كل شيء عيد كل شيء في الجيش كل شيء بخير وعلى خير. مبارك عواشركم تعيدوا تعاودوا ان شاء الله سلا رزق على النين ورا تهرش الوقت والله ورا تهرش الوقت ان شاء الله. بالنسبه لهذا السؤال اللي سولتيني ديال الاحتفال بعيد الاضحى المبارك والسعيد ان شاء الله انا معاه طبيعه الحال،
الحل، وهو واحد اليوم اللي هو مبارك ويوم كنعبدوا فيه الله عز وجل من خلال الأضحية ديال العيد، من خلال الذهاب إلى المصلى، من خلال كذلك الاستماع إلى الخطبة، وأيضا هي واحد الشعيرة من شعائر الله عز وجل ينبغي تعظيمها وينبغي كذلك يعني الاحتفال بها. وهو بطبيعة الحال هو واحد العيد اللي كنتسناوه يعني، وهو راه مرة واحدة في العام. بطبيعة الحال يعني الناس اللي ما قدروش أنهم يشريوا الأضحية ديال العيد فماشي عيب يعني، فهو سنة اللي قدر أنه يدير هذه السنة هذه يديرها، اللي ما قدرش بطبيعة الحال راه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكنشكرك السي العربي على هذا الميكرو تروتوار اللي هو موضوع مهم جدا. الرحمن الرحيم عبد الله بشطراجي، السلام عليكم الإخوان. المهم الرأي ديالي في العيد الكبير إن شاء الله خاصو ضروري يكون الخوت اللي عندهم يتعاونوا مع البافريا إن شاء الله. المهم حنا راه اللي عنده راه غياكل، واللي ما عندوش خاصو يتعاونوا معاه باش ياكل إن شاء الله ضروري، باش نديروا لكم بوجلود العام هذا العام إن شاء الله بحال الأعوام اللي كيفوتوا والقطبان من دارنا على حسابنا. واه شوفوا، ابقوا تشوفوا.